ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الجمبري، انا شايل الجلد، شايل الراس منضفينها طبعا، وسايب بس الجلد، وفتحها باتر فلاي كده بالسكينه، انتوا عارفين بنفتحها بس ايه اللي هو اعرف هوريكم دلوقتي هنوقفها ازاي. عندي ايه جنبها؟ عندي بقسماط، عندي جبنه بارميجان، زيت زيتون، بابريكا، عندي شويه بقدونس فريش مفروم، عندي شويه من الاوريجانو، شويه من الزعتر الناشف، واخيرا عندي شويه من فصوص التوم. طيب اول حاجه خالص عندي هجيب فصوص التوم، انا عايز مش اقطعها لكن عايز اصغرها بس شويتين عشان لما تخش الهون تبقى. بص يا دوبك هاخدها كده وبعد كده هي التانية زي ما قلت لكم هاخدها شرايح واصغرها، وفي الاخر ده كده كده كل ده هيخش في الهون في الاخر. هاخد التوم هنزله كله في الهون. بعد كده هعمل ايه دايما عشان يسهل عليا بالذات مع التوم؟ هنزل بس ايه شويه كده من الملح عليه، لان الملح خشن لما هنزل وهبتدي اطحنه، ده بيساعد قوي انه يطلع لي العصاره فبالتالي يطلع لي الطعم بتاعه. طيب بعمل ايه كمان؟ بحط سنه صغيره من البقدونس، بس ده مش عشان الطعم، عشان اللون في الاخر بيفرق معايا في اللون نفسه بتاع الخليط اللي بعمله، بيديله شويه من الخضار، فهنحط بقيه البقدونس بس مش دلوقتي. خلاص ودقيقه بس كده بالظبط نديها وقتها. وهاخد زيت الزيتون وهنزل بيه في الهون نفسه، ياخد لي بقى كل الطعم اللي انا عمال اطلعه من التوم اهو. عظيم جدا. هجيب بولة هنزل بالبقسماط، هنزل عليه بالبابريكا، بالأوريجانو، وبالزعتر. بس وهاخد دلوقتي اهو باقي البقدونس بتاعي هنزله في خليط الزيت. هدي الكلام ده تقليبة كويسة قوي، وهاخد الميكس ده وهنزله في البقسماط بتاعي. اخر حاجه خالص شويه من الجبنه البارميجان. هقلب الكلام ده الاول بالشوكه وبعد كده بقى ايه هنخش بايدنا نكمل. خلاص اول ما الاقي ان البقسماط بتاعي كله شرب الزيت بإيدنا كده ونخش نبتدي نفرك كويس قوي. ممكن ازود شويه من الجبنه البارميجان، والجبنه البارميجان دي ممكن ما نعملهاش خالص يعني، بس انا ايه بفضلها جدا، وكمان بتخليني اقلل من الملح اللي هحطه في الاخر. وعندي هنا تقريبا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنكمل. بصوا ده بقى القوام اللي انا بدور عليه. عندي هنا صينية فرن، نقطة صغيرة قوي من الزيت، وبس ايه بالفرشة ندي كده الصينية بتاعتنا ده. وانا سايب الفرن بتاعي بيسخن على 180. ليه؟ لان انا في الاخر عايزها تقف كده بالشكل ده. خلاص طيب على طول بقى على الميكس بتاعنا اهو، هنعمل كده كده وبفركها كويس، بنزل الزيادات، انا مش هسيب ده عليها، بس بتاكد ان هو دخل ايه في كل حته. وبعد كده هزه كده ونوقفها هنا ونكمل. وزي ما بقول لكم ده في الاخر حاجه للشكل الجمالي بس، احنا ممكن نعمل الجمبريه زي ما هي وندخلها على طول. بسيب الديل ليه؟ عشان ده المفروض فينجر فود، فالمفروض انت هتمسك الجمبريه من الديل بتاعتها وتاكل. هناخد الصينيه بتاعتنا ندخلها الفرن زي ما قلنا بنتكلم في 5 دقايق، مش هتطول عن كده.